المتعة تحتاج مال؟ لا أبدا نهائيا. يعني شفتي السيدة اللي كنا نتحدث عنها اللي خبت الشوكلت بدال ما تاكله في النهار أكلتها في آخر الليل وسوت لنفسها عملية حرمان وكذا؟ تلقى عندك أشياء كثيرة 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 مهما كان حالتك المادية من الممكن أنك تستمتع فيها، بس إحنا نحرم أنفسنا أو إحنا ما نعرف، ما عندنا نظام المتعة. إحنا نحرم أنفسنا الشوكلت اللي يمكن بدولار واحد الجميع يستطيعه، على الأقل ما دام معاك جوال ذكي وتتابعني فأنت تقدر تجيب الشوكلت هذا بدولار، صح ولا لا؟ أو بدرهم. فهذا يمتعك يبسطك، يعني ما أنت محتاج ملايين عشان أنت تستمتع. لكن النظام، النظام اللي إحنا جواتنا هذا هو الفرق، إنه في شخص يعرف هذا النظام، في شخص تلقاه عايش حياة بسيطة ما عنده أموال بس عنده في جدول أشياء كثيرة، يوم يطلع مع أصدقاء، يوم يطلع يمشي، يوم يطلع ما أعرف إيش، يوم يتطوع في المدري، تحس شعور مستمتع، يوم يقعد يطبخ في الكيكة ويوزع الكيكة على الجيران. يجي واحد ثري 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 يشوف يقول أوه واو إيش هالحياة الكثيفة الممتعة، وهذا الثري اللي يعني مولود بفمه ملعقة ذهب ما يعرف إلا يروح للديرة الفلانية في الصيف عشان يصور، ما يعرف، لا يعرف غير ذلك أصلا، ما يعرف، ما عنده نظام للمتعة أصلا، ما يعرف كيف يستمتع. لكن إحنا لما نحرم أنفسنا، نقرر نحرم أنفسنا، نبدأ نفكر إنه أنا ما عندي سيارة فلانية، أنا ما عندي فلوس للتذكرة عشان أروح المكان، أنا ما عندي، نبدأ نخلي المال سبب. لكن الكل يستطيع أن يستمتع، الكل 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 يستطيع أن يستمتع بأبسط الأشياء، وهو فعلا يستمتع فيهم، استمتع فيهم.